قبل أيام من انطلاق حملة الإغاثة الإنسانية الواسعة لعمليات مساعدة وإغاثة أبناء الشعب اليمني، تحرص دول التحالف لدعم الشرعية في اليمن بأن تنتهي معاناة اليمنيين والدخول إلى مرحلة من الاستقرار والأمن الداخلي. مؤتمر وزراء الخارجية للدول الأعضاء في التحالف لدعم الشرعية في اليمن الذي أقيم مؤخرا في الرياض أكد في بيانه الختامي أنه مع استقرار اليمن وعودة الشرعية والوصول إلى حل ينهي الحرب في اليمن. هذا المؤتمر جاء امتدادا لأواصر الأخوة والعلاقات الممتدة الضاربة جذورها في عمق التاريخ بين اليمن والدول الأعضاء، وخاصة المملكة العربية السعودية التي تواصل دعمها السخي واللامحدود في شتى الجوانب، وخاصة على الصعيد الإغاثي والإنساني. لقد كانت المملكة العربية السعودية ولا زالت تقدم لليمن وشعبه كل الاهتمام والدعم عبر تاريخ حافل بروابط الجوار واللغة والدين والعلاقات الاجتماعية والأسرية والاقتصادية، وكانت المملكة ودول التحالف في مقدمة الدول الداعمة لليمن وشعبه. وخلال السنوات الثلاث الماضية قدمت المملكة العربية السعودية دعماً لليمن وشعبه بمبالغ تزيد على 10 مليارات و400 مليون دولار أمريكي، موزعة بين المساعدات الإنسانية والإنمائية ودعم اللاجئين اليمنيين والبنك المركزي اليمني والمساعدات الثنائية. ولعل دعم خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز حفظه الله الأخير للبنك المركزي اليمني بملياري دولار يأتي تأكيداً للدور الريادي للمملكة العربية السعودية لنصرة ورفع معاناة الشعب اليمني الشقيق. ولقد قام مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية خلال السنوات الثلاث الماضية بتنفيذ 175 مشروعاً من خلال 77 شريكاً أممياً ودولياً ومحلياً في كل مناطق اليمن دون استثناء، بمبلغ إجمالي زاد عن 821 مليون دولار. ومع هذا الاهتمام الكبير الذي توليه المملكة العربية السعودية ودولة الإمارات العربية المتحدة، تؤكد حملة الإغاثة الواسعة التي تم الإعلان عنها سابقا وبدعم من مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية والتي تستهدف كافة محافظات الجمهورية، أن تلك الجهود ستبقى مخلدة في ذاكرة اليمنيين بأن المملكة العربية السعودية كانت ولا تزال الشقيقة الكبرى التي وقفت مع اليمن وإلى جانب أبناء الشعب اليمني في التخفيف من معاناته ووضعه الإنساني الصعب. هذه الجهود الكبيرة التي تقدمها المملكة لأبناء الشعب اليمني تؤكد أن البلدين تربطهما علاقة الدين والأخوة والمصير المشترك والذي اختلط فيه الدم، وصارت المملكة العربية السعودية واليمن جسدا وروحا واحدة. اجتماع وزراء خارجية الدول الأعضاء المشاركة في التحالف لدعم الشرعية في اليمن يأتي تأكيدا لوقوف هذه الدول مع الشرعية المتمثلة بالرئيس عبد ربه منصور هادي، كما تأتي بالتزامن مع انطلاق حملة إغاثية واسعة وصلت إلى اليمن. ياسر هادي، قناة عدن الفضائية، الرياض. على ضوء التطورات الأخيرة التي تشهدها العاصمة المؤقتة عدن، استقبل رئيس مجلس الوزراء الدكتور أحمد عبيد بن دغر في قصر المعاشيق بالعاصمة المؤقتة عدن قائد قوات التحالف العربي بعدن العميد محمد الحسني وقائد القوات السعودية العميد سلطان بن فهد إسلام وعددا من ضباط قوات التحالف العربي. ورحب رئيس الوزراء بقيادة قوات التحالف العربي مثمنا التضحيات الكبيرة التي قدمها التحالف بقيادة المملكة العربية السعودية وبمشاركة فاعلة من دولة الإمارات العربية المتحدة في معركة التصدي للانقلاب الحوثي على الشرعية في اليمن، ممثلة بفخامة الرئيس عبد ربه منصور هادي رئيس الجمهورية.
وقال رئيس الوزراء إن القرار التاريخي الذي اتخذه خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود بإعلان عاصفة الحزم لإنهاء الانقلاب الحوثي الإيراني واستعادة الدولة وإعادة الأمل وحد العرب وقضى على أطمع إيران في المنطقة، والتي تسعى من خلال أدواتها الحوثية للسيطرة على الممرات الدولية لتهديد الأمنين العربي والدولي. وأضاف الدكتور بن دغر: بفضل من الله وبجيشنا الوطني المرابط في الجبهات والوديان والسواحل والمرتفعات وبدعم وإسناد من قوات التحالف العربي استطعنا تحرير 85% من الأرض، ونحن اليوم أمام نصر كبير سيستكمل بتحرير محافظة تعز قريبا من ميليشيا الحوثي الإيرانية. وأكد أنه مع هذه الانتصارات الكبيرة وبتوجيهات من فخامة رئيس الجمهورية بذلت الحكومة خلال العام الماضي جهودا كبيرة لتطبيع الأوضاع في المحافظات المحررة بتوفير الخدمات وضبط الأمن والاستقرار ومحاربة تنظيم القاعدة الإرهابي وصرف المرتبات، ودعمت كل قطاعات الكهرباء والصحة والمياه والطرقات والنظافة حتى خرجت عدن والمحافظات المحررة من عنق الزجاجة. كما استعرض رئيس الوزراء أبرز ما اطلعت به الحكومة من مهام رغم صعوبة الظروف وشحة الموارد منذ اليوم الأول لوصولها إلى العاصمة المؤقتة عدن، مشيرا إلى أن الأوضاع في عدن كانت في غاية التعقيد وجميع الخدمات معطلة ومتوقفة، وسعينا بكل إصرار وصدق على انتشال واقع عدن والمحافظات المحررة، ونجحنا إلى حد مقبول في تطبيع الأوضاع وتحسين الحالة الأمنية والخدمات، وينتظرنا المزيد، وستشهد عدن الكثير من المنجزات التي تستحقها خلال الفترة المقبلة. ودعا رئيس الوزراء أبناء اليمن عامة وعدن خاصة إلى الالتفاف حول شرعية الرئيس المنتخب عبد الرب منصور هادي رئيس الجمهورية، وعدم الاستماع إلى الدعوات التمزيقية التي تسعى لإدخال البلاد إلى نفق مظلم نحن في غنى عنها، والتي لن تخدم سوى أعداء الوطن ممثلا بميليشيات الحوثي الإرهابية التي تسببوا في دمار مؤسساته وقتلوا أبنائه. من جانبه عبر قائد قوات التحالف العربي عن سعادة بلقاء رئيس الوزراء واضعا أمامه صورة مجملة للعمليات العسكرية وما نتج عنه من تقدم عسكري ميداني في محافظة لحج وتعز وسير المعارك العسكرية فيها، مؤكدا أن التحالف العربي يدعم الشرعية لتحرير جميع الأراضي اليمنية من الميليشيا الحوثية، مشيرا إلى أن حفظ الأمن والاستقرار في المحافظات المحررة من أولويات التحالف العربي وأهداف عاصفة الحزم وإعادة الأمل. كما تطرق اللقاء إلى الأوضاع الأمنية في العاصمة المؤقتة عدن وباقي المحافظات، وعبر اللقاء عن رفضه القاطع لكافة أشكال الفوضى ودعوات العنف والتخريب في العاصمة المؤقتة عدن، مؤكدين سعي الجميع لتوحيد الجهود خلف حكومة شرعية الرئيس هادي ومعها دولة التحالف العربي نحو البناء وفرض الأمن والاستقرار في المحافظات المحررة وبناء ما دمرت الحرب. حضر اللقاء وزراء التخطيط والتعاون الدولي الدكتور محمد السعدي، والصناعة والتجارة الدكتور محمد الميتمي، والصحة العامة والسكان الدكتور ناصر باعوم، ووزير الدولة لشؤون مجلس النواب والشورى محمد الحميري، والأمين العام لمجلس الوزراء حسين منصور. من أعالي قمم جبال نهم، من الجبهة الأشد ضراوة والأشد سخونة التي تشهد، أو الجبهة التي يحدث فيها أشد المعارك وأعنفها بين أبطال الجيش الوطني والمقاومة من جهة وميليشيا الحوثي الإيرانية من جهة أخرى. أيضا هذه الجبهة التي تعتبر من أشد الجبهات سخونة، وذلك لعدة أسباب، منها باعتبارها الأقرب من العاصمة صنعاء، أيضا لاتساع دائرة المعارك فيها التي تمتد لأكثر من 80 كيلومتر. هنا معنا وزير الإعلام. معالي الوزير، ممكن تحدثنا خلال عدة أيام قريبة كانت لك زيارتين إلى جبهة نهم، ما دلالة الزيارات؟
شكرا كثيرا. بسم الله الرحمن الرحيم. هذه الزيارة تأتي بناء على توجيهات فخامة الرئيس المناضل عبد الرب منصور هادي رئيس الجمهورية لزيارة الجبهات والاطلاع على ما يقوم به أبناء القوات أبناء الجيش الوطني والمقاومة الشعبية. وكنت سعيد جدا اليوم بمرافقة اللواء الرائع والمميز البطل ناصر الذيباني، وجئنا إلى هذا المكان حاملين يعني رسالة تحية واحترام وتقدير من قيادتنا السياسية ممثلة بفخامة الرئيس المناضل عبد الرب منصور هادي، وأيضا نائب الرئيس الفريق علي محسن صالح الأحمر، ودولة رئيس الوزراء. حقيقة أنا أقولها من هذا المكان ومن هذه المناطق الوعرة والجبلية، ونحن نشاهد أرحب على يسارنا ونشاهد وصنعاء أصبحت قريبة خلفنا، نقول أنه حانت ساعة الصفر، وإن شاء الله تعالى سوف تعود صنعاء وتعود كل المحافظات. فخامة الرئيس المناضل عبد الرب منصور هادي ونائبه علي محسن يقودون الآن عملية إعادة يعني استعادة باقي الأراضي اليمنية. هناك جبهات في تعز يشرف عليها فخامة الرئيس، وجبهات في مختلف مناطق الجمهورية، وتحقيق انتصارات متوالية وكبيرة جدا. أجدد وأقول أطبع قبلة على جبين كل مناضل، كل جندي يقاتل من أجل وطنه، من أجل عرضه، من أجل استعادة كرامته. ومن هذا المكان أنقل خالص الشكر والتقدير للتحالف العربي بقيادة المملكة العربية السعودية بقيادة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز وولي عهده الأمين الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز، الذي كانوا عونا وسندا لنا في استعادة الأرض واستعادة اليمن لأن تكون عربية. اليمن ستعود قريبا جدا، أبشر كل أبناء الوطن، نحن قريبين جدا من استعادة اليمن. فتحية لكل المناضلين، تحية لكل الشرفاء، تحية لكل من يناضل من أجل وطنه وعرضه وأمته. من هذا المكان أدعو زملائي في المؤتمر الشعبي العام، قيادات وقواعد المؤتمر الشعبي العام الذي كان لهم دور وطني بارز من عام 1990 إلى يومنا هذا وهم يناضلون ويخدمون الوطن. أرجو منهم أن يعودوا إلى جادة الصواب، أرجو منهم أن يقفوا مع الشرعية. حانت ساعة الصفر، حانت ساعة أن يكون لهم دور وطني، حانوا أن يعودوا إلى صف الشرعية بقيادة فخامة الرئيس المناضل عبد الرب منصور هادي، والنصر قادم بإذن الله. شكرا معالي الوزير. أيضا معنا هنا اللواء الركن ناصر الذيباني قائد هذه الجبهة وقائد المنطقة العسكرية السابعة، نريد منه أن يحدثنا عن آخر التطورات الميدانية في جبهتنا. أهلا وسهلا بكم. نحن الآن اليوم في معركة إن شاء الله لاستكمال ما تبقى من سلسلة جبال الرمادة والانتقال إلى مديرية أرحب إن شاء الله تعالى. المعارك التي تدور الآن كم مستمرة وكم من أمس الساعة السادسة حتى الآن المعركة مستمرة في جبال الرمادة السمراء هذا يعني، وأنت تسمع الآن الاشتباكات، وإن شاء الله تعالى يتم الاستكمال والانتقال لمرحلة. هل هناك من إحصائية يعني لديكم عن خسائر الميليشيات في هذه المواقع وفي هذه المعركة؟ في أعداد، في معهم قتلى وجدنا قتلى، لكن الإحصائية بشكل عام عددية لا توجد لدينا. في نهاية المعركة ممكن نحصي أو اتصلنا المعلومات من مصادرنا في الداخل، الآن ما استقبلنا شل ولم نحصل على البيانات كاملة. إذن هذه هي طبيعة الزيارة التي في جبهة نهم، وأيضا هذه آخر التطورات الميدانية التي تحدث في جبهة نهم شرق العاصمة صنعاء. تعبيرا عن شكر وزارة الإعلام وتقديرها للجهود الأخوية المميزة التي يقوم بها مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية، والذي يعتبر نموذجا يحتذى به في العمليات الإنسانية بناء على التوجيهات السامية لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز وولي عهده الأمين الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز، فقد سلم اليوم وزير الإعلام معمر الإرياني درع الوزارة للمشرف العام على مركز الملك سلمان للإغاثة الدكتور عبد الله الربيعة
وعقب مراسيم تسليم الدرع وزارة الإعلام بحث وزير الإعلام مع المشرف العام على المركز العديد من القضايا والمواضيع، وفي مقدمتها موضوع الصحفيين والإعلاميين والمعتقلين في سجون الميليشيات ووضع أسرهم، وكذا النازحين والجرحى الذين أصيبوا أثناء تأديتهم، واجيبهم الإعلامي وآلية إيجاد دعم مباشر لهم من المركز. وفي الاجتماع أشار وزير الإعلام إلى أن اليمن برئاسة فخامة الرئيس المناضل عبد الرب المنصور هادي رئيس الجمهورية تقدر وتثمن هذا الدور الأخوي الذي يشهد أزهى أيامه، وأن فخامته دائما يثمن تثمينا عاليا ما تقوم به المملكة تجاه اليمن إنسانيا واقتصاديا وسياسيا وفي مختلف المجالات. ما قامت به المملكة وما تقدمه المملكة لليمن هو دور أخلاقي ودور إنساني ودور عروبي ودور وطني ودور إسلامي كبير جدا لنجدة الشعب اليمني والتقديم المساعدات الإغاثية والإنسانية. ويعني عندما نعمل مقارنة بين ما تقدمه المملكة لليمن وبين ما تقدمه إيران، فنجد أن المملكة تقدم لنا التعليم، تقدم لنا الصحة، تقدم لنا مساعدات إنسانية للمجتمع اليمني، تقدم يعني كل ما يمكن أن يخدم ويساعد المجتمع اليمني، بينما ما تقدمه إيران لليمن تقدم لنا سلاح، تقدم لنا الصواريخ تدمير الشعب اليمني، تقدم لنا الألغام التي تفجر وتمزق أجساد اليمنيين. هذا هو الفرق بين مملكة الخير والفرق بين ما تقدمه إيران. مرة أخرى نجدد الشكر والتقدير لمعالي الدكتور الربيعة، ونشكر كل ما تقوم به المملكة العربية السعودية، ونتقدم بالثناء العطر لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز حفظه الله وولي عهده الأمين على ما يقدمونه من دعم ورعاية ومساعدة للشعب اليمني، وجزاهم الله عنا ألف خير. وأريد أن أقول أن العلاقات اليمنية السعودية بقيادة الرئيس فخامة الرئيس عبد الرب منصور هادي وخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز حفظهم الله يعني في أفضل مراحلها، وإن شاء الله تعالى نقول إن شاء الله تعالى أن اليمن سيعود قريبا عربيا، وإن شاء الله تعالى ستكون اليمن جزء من هذا النسيج الاجتماعي العروبي الأصيل خصوصا في الجزيرة العربية. ونجد شكري وتقديري لمعالي الدكتور الربيعة ولكل العاملين في مركز الملك سلمان، جهود جبارة وجهود رائعة وجهود مميزة وتستحق أن نرفع لها القبعات احتراما وتقديرا لهذا الدور. بدوره أكد المشرف العام على مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية الدكتور عبد الله الربيعة أن المركز سيولي قضية الصحفيين والإعلاميين اهتماما خاصا لا سيما الجرحى منهم، معبرا عن سروره بهذا اللقاء الإعلامي الذي يحتل أهمية لدى المركز والذي سيسهم في خلق شراكة في التوعية بما تحتاجه اليمن من جهد إنساني كبير والأدوار المقدمة للتخفيف من هذه الاحتياجات. وفي ختام الاجتماع قدم المشرف العام على مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية درعا تكريميا لوزير الإعلام تقديرا لدوره البارز في الإعلام، كما تقدم الدكتور الربيعة بالشكر والتقدير لكل المؤسسات الإعلامية اليمنية الحكومية والأهلية لدورها في توعية الشعب اليمني والتعاون المثمر مع المركز. ياسر هادي، قناة عدن الفضائية، الرياض. بحضور وزير السياحة وقيادة جامعة عدن احتفت كلية الهندسة بجامعة عدن بتخرج الدفعة الأولى لطلاب كلية الهندسة البحرية للعام الأكاديمي 2017 والبالغ عددهم 24 طالبا. في الحفل الذي بدأ بآيات محكمات من الذكر الحكيم ألقى وزير السياحة الدكتور محمد عبد المجيد قباطي كلمة نقل فيها تحايا فخامة الرئيس عبد الرب منصور هادي رئيس الجمهورية، موضحا بأن هؤلاء الخريجين هم الثروة الحقيقية الذي يعول عليهم الوطن بالنهوض والارتقاء به وصولا إلى مصاف الدول المتقدمة. الدكتور الخضر ناصر لوسور من جانبه ألقى كلمة أوضح فيها أن كلية الهندسة من الكليات التي تعتز وتفتخر بها جامعة عدن وبمخرجاتها المتميزة على المستويين المحلي والإقليمي. تخرج الدفعة الأولى من قسم الهندسة البحرية يمثل نقلة نوعية لكلية الهندسة بجامعة عدن اكتسبت فيها معارف جديدة ومواكبة للتطور التكنولوجي خاصة في مجال الهندسة البحرية. نحتفل بتخرج الدفعة الأولى
قسم الهندسة البحرية كلية الهندسة جامعة عدن. نحن نعتز ونفتخر بأن كلية الهندسة والتي تهتم بالتخصصات النادرة، وبهذه المناسبة نقول هنيئا لأبنائنا الخريجين من قسم الهندسة البحرية الدفعة الأولى، دفعة الرواد. كلية الهندسة دائما كانت سباقة لفتح هذه التخصصات النادرة مثل تخصص الهندسة البحرية التي يعطي هذا التخصص فرصة لأبنائنا الخريجين في العمل في الصناعة البحرية. التقدم العلمي في مجال الهندسة البحرية يمثل نقلة نوعية ترفد بها جامعة عدن سوق العمل المحلية، وهي إضافة نوعية للقيادة البحرية من خلال تخرج أول دفعة في مجال الهندسة البحرية. سعيد اليوم حضوري حفل تخرج الدفعة الأولى من هندسة بحرية كلية الهندسة جامعة عدن، وأجينا نبارك لهم ونتمنى إن شاء الله التوفيق والنجاح. وهذه أحد روافد الهندسة البحرية سواء على مستوى مؤسسة الموانئ أو القوات البحرية والدفاع الساحلي، وكذلك سيكون داعم لكلية الهندسة في قسم الهندسة البحرية. تخلل الحفل عرض وصلات فنية مع ملخص توثيق لحصاد 5 سنوات للخريجين جسدت فيها فرحتهم اليوم. نشكر طاقم التدريس، نشكر عميد الكلية الهندسة، ونشكر أستاذ الدكتور خضر ناصر الأصوار على حضوره في هذا الحفل، وإن شاء الله نكون عند حسن ظن الطاقم التدريسي. أوجه رسالة شكر لرئاسة الجامعة ورئاسة القسم مثلا الدكتور معن قرادة وإلى أخواني الخريجين في هذا الحفل العظيم، وأحب أن أهني جميع الأهل والآباء والأمهات في هذا الحفل العظيم. عقب ذلك تم تكريم رئاسة الجامعة ونيابة شؤون الطلاب بالجامعة وعمادة الكلية ونواب العميد ورئاسة القسم وأعضاء هيئة التدريس بالقسم والطلاب الخريجين واللجنة التنظيمية لهذا الحفل والجهات الداعمة بشهادات تقديرية وسط فرحة أولياء الطلاب الخريجين. لقناة عدن الفضائية، وضاح شليلي، عدن. دشن اللواء الركن سيف الضالعي نائب رئيس هيئة الأركان لشؤون الفنية باللواء الأول دعم وإسناد فعاليات العام التدريبي والعملياتي للعام 2018. وفي الحفل الذي بدأ بعين الذكر الحكيم والذي حضره اللواء الركن ناصر بارويس رئيس هيئة الأركان بوزارة الدفاع وقادة الألوية بالمنطقة الرابعة، ألقى اللواء الركن سيف الضالعي كلمة توجيهية نقل في مستهلها تهاني ومباركة القيادة السياسية لأفراد اللواء أول دعم وإسناد، شاكرا كل الجهود التي بذلت من قيادة اللواء والتي أثمرت عن تخريج العديد من الدفع من ضباط وجنود. ننقل إليكم تحيات القيادة السياسية وإلى كل المقاتلين، كما نهنيكم اليوم بالتدشين العام التدريبي الجديد، متمنيين لكم النجاح في مهامكم الجديدة وتحقيق الانتصارات، إضافة إلى كل الانتصارات التي حققتموها في محاربة الفكر الضال والجهلة. هذا المعسكر هو الأول في إعادة بناء القوات المسلحة، حيث تخرجت من هذا المعسكر بعض الوحدات مثل لواء 22 ولواء عباس ولواء ملهم ولواء عبود، كما تخرج من هذا المعسكر أول دفعة من الضباط من القطاع الفدائي، والذي كانوا يعتبر الدفعة الأولى الذي تغذت بها القوات المسلحة، وأصبح أغلبيتهم من قادة القوات المسلحة. هذا المعسكر اليوم تذكرون من جديد أنكم أنتم ستكونوا أساس بناء وإعادة بناء الجيش الجديد في اليمن. هذه عدن اليوم تفتح ذراعيها لتستقبلك وستكون وفية معك. نعم، هي مع شرعية عبد الرب منصور هادي ومع التحالف العربي بقيادة
المملكة العربية السعودية والإمارات العربية نهنيكم بالنجاحات ونتمنى لكم نجاحات جديدة وانتصارات جديدة. كما نشكر القائد البطل الأخ أبو اليمامة الذي استطاع ان يبني هذه القوة من العدم. من جانبه ألقى العميد الركن منير محمود أبو اليمامة كلمة حية فيها كل التضحية التي قدمها شهداء اللواء في سبيل تحرير بلادنا من براثن التمرد الحوثي الإيراني، ووجه الشكر للقيادة السياسية لكل ما بذلته من اهتمام بالقوات المسلحة والأمن. وبهذه المناسبة أننا نشد على أيدي الجميع ونمد أيدينا إلى كل المخلصين بهذا الوطن بدون استثناء، ونطالبهم بالمزيد بتوحيد الجهود والحفاظ على الأمن والاستقرار والبناء بكل أشكاله، سواء بناء المهارات العسكرية في وحداتنا العسكرية والأمنية أو بناء كل مؤسسات الدولة. فعلى الجميع أن يكون عند حسن ظن الشعب، فيكفي هذا الشعب معاناه من صراعات الماضي. كما أننا نوجه الشكر وتقديرنا لفخامة الرئيس عبد الرب منصور هادي لما يبذله من جهود جبارة في مصلحة الوطن. أيضا نقدم الشكر والتقدير لأشقائنا في التحالف العربي وعلى رأسهم مملكة الحزم والعزم وإمارات الخير لما يقدموه. كما ألقيت في الحفل كلمة عن كتائب اللواء أكدت على السير قدما نحو تحرير الوطن من التمرد الحوثي، والعزم على مواصلة النضال ضد كل القوى الرجعية التي تحاول العودة بالوطن إلى نقطة الجهل والتخلف. بعد ذلك كرم اللواء الركن سيف الضالعي والعميد منير محمود أبو اليمامة قائد اللواء الشهداء الذين سقطوا في ميادين الشرف والدفاع عن الوطن ضد من سولت لهم أنفسهم العبث بمقدرات الشعب. وفي الحفل ألقيت العديد من القصائد الشعرية التي مجدت دور قواتنا المسلحة. بعد ذلك تقدم قائد العرض العسكري العقيد محمد أحمد للاستئذان لتقديم العرض العسكري الذي عبر عن القدرات والمهارات التي يتمتع بها أفراد اللواء أول دعم وإسناد. إصرار أفراد هذا اللواء على التدريب يؤكد إصرارهم على اكتساب المزيد من الخبرات القتالية. لبيب محمد علي لقناة عدن الفضائية، العاصمة المؤقتة عدن. يستمر مسلسل الإجرام التي تشنه ميليشيات الحوثي الإيرانية على الإعلاميين واستهدافهم سواء بالألغام أو بالهوزرات اللعينة التي ترسلها على المدنيين والأطفال والإعلاميين، ومن يظهر حقائقهم بالنسبة لهم هدف متحرك لا بد التخلص منه. كنا في المنطقة الشرقية نغطي تقدمات الجيش الوطني، طبعا ميليشيا المخلوع والحوثي أهملتنا بقذائف الهون، أصبنا بعض الشباب وكنت أحد المصابين في ذلك المنطقة. حتى لا يكشف ما يفعلوه من إجرام واضح وجلي وخصوصا على تعز، ولكن أسرار أبطالنا الإعلاميين لن يبرح حنايا وجدانهم ووجدان كل حر في تعز. فاليوم استشهد الإعلامي أسامة سلام بعزمه وكرامته مع ذل ميليشيا الغدر، وكذا يصاب إعلامينا عزام الزبيري وحذيفة الأثوري، ولكنهم بقدر جراحهم إلا أنهم يرسلون رسائل قوية، وخصوصا أنهم لم يصابوا للمرة الواحدة فقط، لكن حرية تعز حلم لا بد أن يتحقق بعزيمة الجميع. رسالتي اتقوا الله في الشعب، اتقوا الله في الخلق، يعني نريد سلامة المدنيين، نريد تحرير تعز. وأما قادتنا كقائد المحور اللواء خالد فاضل والذي يتقدم جميع صفوف المعارك منذ إعلانه بانطلاقة عملية عسكرية لتحرير تعز، فهؤلاء قادتنا الذين يعتمد عليهم في نصر تعز واليمن ككل. بدعم وإسناد مقاتلات التحالف العربي تمت اليوم مواجهات وتقدم في عدد من المواقع في الجبهة الغربية، تم التقدم وتحرير قرية العنين بجبهات جبل حبشين،
وأيضا تبة التوفيق، وإن شاء الله يتم السيطرة على تبة الشرف خلال الساعات القادمة. وهذه التباب هي تباب حاكمة ومسيطرة ومطلة على منطقة الرمادة وعلى الخط الرئيسي الواصل بين تعز والحديدة، وإن شاء الله من خلالها يتم قطع خطوط الإمداد عن العدو. هناك تقدم أيضا في منطقة غراب باتجاه خط الستين، وأيضا تقدم في الخمسين والسيطرة على عدد من التباب الهامة هناك. تقدم أيضا هذا في المنطقة الشمالية الغربية لتعز، تقدم في الجهة الشمالية لتعز وتطهير حي الكهرباء وحي الحوقلة، وتقدم شمال حي عصيفرة. هناك أيضا تقدم في جنوب المدينة في منطقة في محيط جبل صبر، تم السيطرة على منطقة أبعر العليا والصرمين والصلاهم، وتجري عمليات قتالية حتى هذه اللحظات تشهد مواجهات عنيفة، ووسط تقدم كبير وانتصارات يحققها أبطال جيشنا الوطني، وهناك انهيارات وحالة من الفرار في وسط الميليشيات. وإن شاء الله تسير الأمور وفق الخطة المرسومة لها والمعدة سلفاً بتحقيق الأهداف المرسومة من تحرير الكامل للمحافظة وأيضا فك الحصار عن المحافظة. فتعز تنتصر بعزيمة رجالها وإعلاميها. نعيم خالد، قناة عدن الفضائية، تعز. تواصلا للجهود التي تبذلها المؤسسة الاقتصادية بالعاصمة المؤقتة عدن ضمن البرنامج التنموي الذي تنفذه قيادة المؤسسة بتوجيهات القيادة السياسية ممثلة بفخامة رئيس الجمهورية المشير عبد ربه منصور هادي. وانطلاقا من هذا الدور، زار الرئيس التنفيذي للمؤسسة الاقتصادية اليمنية بالعاصمة المؤقتة عدن مستشفى باصهيب العسكري، أحد أهم المرافق الخدمية التي انتشرتها المؤسسة من وسط ركام الحرب. وتواصلا لهذا الدور، بحث اجتماعا ضم قيادتي المؤسسة الاقتصادية ومستشفى باصهيب العسكري الآلية الجديدة للدعم الذي ستقدمه المؤسسة في مجال القطاع الصحي من خلال رفده بأجهزة طبية متطورة ومستلزمات دوائية تلبي احتياجات المستشفى. هذا الدعم ترجم أيضا بزيارة تفقدية لعدد من الأقسام، خاصة قسم الأشعة، للإطلاع على بعض الأجهزة والمستلزمات الطبية وما يحتاجه هذا القسم من معدات طبية. نحن قمنا بتنفيذ توجيهات فخامة رئيس الجمهورية دولة رئيس مجلس الوزراء في تأهيل ترميم وتجهيز مستشفى باصهيب، وقمنا بتوفير الأجهزة اللازمة التي تم طلبها من الجهات المختصة في دائرة الخدمات الطبية وإدارة مستشفى باصهيب، ونحن برضه مستعدين في توفير كافة الطلبات كي نعيد هذا المستشفى إلى أفضل صرح طبي في الجمهورية اليمنية. وهذا مستشفى تاريخي، بس نحن نقوم لإعادة ما تم نهبه وما تم تدميره، وإن شاء الله سيكون هذا المستشفى في القريب العاجل قد هو جاهز لعلاج كافة الجرحى أو المرضى من القوات المسلحة والأمن وكذلك من المدنيين. وهذا المستشفى سيكون عنوانه لا داعي للسفر إلى الخارج، فالتكاليف التي تقصرها الحكومة أو تكلف الحكومة بتسفير الجرحى للعلاج إلى الخارج ستتوفر للحكومة بعد إن شاء الله فترة بسيطة. الزيارة التفقدية لمستشفى باصهيب العسكري هي خطوة تتبعها خطوات في إطار تطوير القطاعات الصحية والعمل على توفير كل ما يحتاجه المستفيدون في هذا المستشفى. أولا أقدم شكري وتقدير المؤسسة الاقتصادية على رأس الأستاذ سامي السعيدي بزيارة المستشفى، تفقدوا للأقسام ولمحتاجات المستشفى، وأبذل استعداده أنه يقوم بكل إمكانيات التي تتاح له من أجل تأهيل والمستشفى من كوادر من أجهزة حديثة على كلها لخدمة أبناء القوات المسلحة والجرحى، سواء كان الجرحى من الجيش أو من الأمن أو من الحزام أو من المقاومة أو أي جريح حتى لو كان ده، فالمستشفى هنا مفتوح له. تفعيل الدور الريادي لمستشفى باصهيب العسكري الذي يمثل أحد أهم المرافق الخدمية العريقة بالعاصمة المؤقتة عدن هي أولوية تسعى من خلالها المؤسسة الاقتصادية بعدن
جعله نموذجا متميزا في دعم ورعاية الجرحى والمرضى وبدعم حكومي. لقناة عدن الفضائية، وضاح الشليلي، عدن. بدأت مفاصل الدولة والجيش تستعيد عافيتها وحضورها المشرف، ففي محافظة تعز احتفل بتدشين العام التدريبي 2018 وتخرج دفعة جديدة من القوات الأمن الخاصة، وبحضور نائب وزير الداخلية اللواء الركن علي ناصر الأخشع، ووكيلي وزارة الداخلية وقائد القوات الخاصة بعدن، ووكيل أول الدكتور عبد القوي المخلافي، ومدير شرطة تعز العقيد منصور الأكحلي، والعديد من القيادات العسكرية والمجتمعية. تهاني فخامة الأخ الرئيس على ما أنجزتموه خلال العام المنصرم، وكذلك تحية رئيس الوزراء ونائب رئيس الوزراء وزير الداخلية، مؤكدين لكم أنهم سيرعون هذه المؤسسة خير رعاية، وأنه ما تم خلال العام المنصرم من جهود يشكر عليها الأخ المحافظ والأخ مدير الأمن السابق الذي ينضم إلينا اليوم في ديوان وزارة الداخلية ليشغل المنصب المناسب. نقدم لهم الشكر والتقدير. نأتي اليوم وبعد أيام قليلة سنقف أمام نتائج أعمال وزارة الداخلية في مؤتمرها السنوي في يوم 24 من هذا الشهر. أن وزارة الداخلية ستعطي اهتماما بالغا لاستكمال بناء المؤسسة الأمنية في محافظة تعز. وفي نجاح متميز للعرض العسكري بخطواته الواثقة وحضور المتخرجين بقوة العزيمة وإصرار في تحرير اليمن وتعز بالأخص، أوجد المتدربين مناخا في عرض حي للأسلحة القتالية والاقتحام، والذي يدل على مدى جاهزية الدفعة في تحمل مسؤولية أمن تعز والمنطقة. إحنا اليوم ندشنا العام التدريبي الجديد 2018، ويكون حافلا بالانتصارات إن شاء الله، ومن أجل تحرير محافظة تعز وتثبيت الأمن والاستقرار. ونقول للميليشيات إن شاء الله قادمين إليكم بإذنه، وسوف يكون الانتصارات قادمة للأمام بإذن الله. وعند الانتهاء من الاحتفال، أبى الحوثيين القتلة من نشر حقدهم الدفين على الجيش وعلى مدنيي تعز باستهداف القرية المجاورة لمنطقة الخيامي بقذائف الكاتوشيا التي راح ضحية العديد من المدنيين والمصور الإعلامي محمد القدسي، وإصابة خطيرة لبشير عقلان، إلا أن الجيش الوطني مصرا على الانتصار. حكاية الجيش القديمة انتهت التي ولاءها للأسرة، والآن تبدأ حكاية جديدة أساسها الولاء للوطن والوطن فقط. هذا ما تمثله القوات الأمن الخاصة بالمحافظة في تدشينها العام التدريبي وتخريجها دفعة جديدة. نعيم خالد، قناة عدن الفضائية، تعز. بمناسبة الذكرى الرابعة لاتفاق اليمن الاتحادية شريط عاصمة اقليم 7 هنا بمحافظة مارب، فعاليات الندوة الثقافية بعنوان اليمن الاتحادية التحول الكبير، وذلك ضمن مخرجات الحوار الوطني الشامل. تأتي هذه الندوة والفعالية تنفيذا لمخرجات الحوار الوطني، وقد شهدت الندوة الفكرية والثقافية حضورا كبيرا من قبل السياسيين والناشطين ومنظمات المجتمع المدني وقيادة السلطة التنفيذية بالمحافظة. أدارت الندوة الفكرية عضوة مؤتمر الحوار الوطني انتصار القاضية، وتضمنت الندوة مناقشات عامة ومداخلات من قبل الحاضرين والحاضرات. تزامنا اليوم مع ذكرى الرابعة لمخرجات الحوار الوطني الموافقة 25 يناير، تم إقامة هذه الفعالية بعنوان اليمن الاتحادي والتحول الكبير، ينفذها مكتب
وزير الدولة للشؤون تنفيذ مخرجات الحوار الوطني، وتعتبر هذه هي الخطوة الأولى في إقليم سبأ. إن شاء الله قريبا سيتم تدشين برنامج لرفع وعي رفع الوعي لمخرجات الحوار الوطني ينفذه كذلك مكتب وزير الدولة لمخرجات الحوار الوطني. تضمنت الندوة تقديم أوراق عمل من قبل الأستاذ ناجي الحنيشي بعنوان السلطة وثروة في مخرجات الحوار الوطني، والورقة الثانية ليحيى الثلاية بعنوان شكل الدولة في مخرجات الحوار الوطني، فيما تضمنت الورقة الثالثة لحسين الصادر بعنوان مأرب وعملية التحول السياسي. نحن حضرنا هذه الندوة بناء على دعوة لنا من بإعداد ورقة في موضوع مهم وفي غاية الأهمية، وهو المتعلق بمؤتمر الحوار ونتائجه التي شكلت انعطافا حاسما في حياة الشعب اليمني، وتحقيقها أصبح مرهون بنضالات شعبنا على مختلف المستويات. الندوة كانت طيبة وبداية طيبة، نتمنى أن تستمر هذه الجهود لوزارة مخرجات الحوار الوطني، ولا بد من اتباع برنامج توعوي تثقيفي للمجتمع بأهمية مخرجات الحوار والفضائل التي ممكن أن يحصل عليها المواطن فيما إلو طبق هذا المخرجات وما تضمنته مسودة الدستور. أكد المشاركين والمشاركات في هذه الندوة الفكرية والسياسية أهمية تنظيم مخرجات الحوار الوطنية ومواجهة الانقلاب للميليشيات الحوثية الإيرانية واستعارة الدولة وتطبيق مخرجات الحوار وبناء الدولة الاتحادية الجديدة. الندوات الفكرية والثقافية والأنشطة المختلفة بمخرجات الحوار الوطني تمثل المرتكز الأساسي لنشر الوعي المجتمعي بأهمية الأقاليم واليمن الاتحادي الجديدة. لقناة عدن الفضائية محمد القداسي، محافظة مأرب. عقب إعلان قيادة محور تعز عن انطلاق عملية عسكرية شاملة لتحرير تعز بإسناد قوي مع مقاتلات التحالف العربي، إذا بالمواقع تتهاوى بدءا بالمنطقة الشمالية بمنطقة الكهرباء تعز وتأمين محيطها وحي الكهرباء والسيطرة على مستوصف السلطان وما بعد محطة الحوقلة بشارع الخمسين، وإلى ما بعد تبت حميد علي عبده شمال وتبعتها في معارك في حي الزنوق مع سقوط 4 قتلى وإصابة 7 آخرين في جبهة مقبنة مع صد هجوم في قحيفة مقبنة، مع شن هجوم عنيفا على تمركز الحوثيين في تبت غراب والمدرجات شمال غرب المدينة، وبإسناد قوي من التحالف الذي استهدف بغارتين مواقع تمركز ميليشيا الانقلابية في تبت المدرجات وتبت رومان بالربيعي، مع استهداف جبل المنعم بالربيعي وكذا شارع الستين مقابل أومان بعد مفرق الحيمة. استهدف التحالف تعلف تعزيزات للميليشيات نتج عن الغارة تدمير طقمين محملة بعناصر الميليشيا والعتاد، تلتها تحرير تبت القارع شمال معسكر الدفاع القوي. وأيضا كان هناك مصرع القيادين الحوثيين أبو عزام مسؤول الانقلابيين في الحيمة والتعزية، وأبو رعد مسؤول التفتيش أمام نقطة التفتيش لمحطة توفيق عبد الرحيم، وما زالت المعارك محتدمة حتى هذه اللحظة، وهذا كله بتفاؤل جميع القوى السياسية بعدم توقف هذه المعركة الحاسمة حتى يكون نصر تعز نصرا لليمن ككل. قوات الشرعية الجيش الوطني مع المقاومة الشعبية اليوم في كل الجبهات تحدث انتصارات عظيمة، تتقدم في الشرق وفي الغرب وفي الشمال، تتقدم في كل جبهات تعز. هذا الجيش الوطني اليوم الذي التحمت فيه جميع القوى، التحمت فيه جميع الألوية، الجيش اليوم مع المقاومة الشعبية يخوض معركة التحرير. هذه المعركة التي بدأها مسنودة من التحالف العربي، هذه المعركة هي معركة التحرير، معركة فك الحصار، معركة الكرامة، معركة الحرية. وإن الجيش الوطني اليوم يلحق بالميليشيات الإنقلابية، الميليشيات العنصرية السلالية الإيرانية الفارسية، هذه العصابة المتخلفة الكهنوتية اليوم تفر من أمام الجيش الوطني في جميع الجبهات، وغدا
غدا بإذن الله عز وجل سيكون النصر، وغدا سينتهي هذا الحكم السلالي المذهبي الكنهنوتي المتعصب الذي جاء من كهوف مران ومن مدرسة قم في إيران، ولكن الجيش الوطني والمقاومة الشعبية غدا بإذن الله عز وجل ستكون في صنعاء، ستكون في إب، في ذمار، في صنعاء. غدا ستتحرر تعز، وغدا ستنطلق الجيش والمقاومة نحو صنعاء بإذن الله. وفي ساحة الحرية بتعز صلى المصلون على شهداء الكرامة، وكلهم أمل بأن تسيل دماء شهدائنا لتروي بها روح الانتصار على الانقلاب. وبعد الانتهاء من الصلاة ذهب بعض القادة لزيارة الجرحى، ومنهم رئيس الاستخبارات العسكرية العميد عبد القاسم البحيري، يطمئن على الأبطال الذين يقدمون أغلى ما يملكون من أجل الوطن وحياة الأجيال القادمة دون الانقلابيون. نحن اليوم في زيارة لشباب المقاومة الذين يعملون على دحر ميليشيات الحوثي الانقلابية. هؤلاء الشباب الذين يدافعون عن كرامة الأمة قدموا أرواحهم رخيصة في سبيل الدفاع عن الأرض والعرض والشرف والكرامة، وستستمر المقاومة والجيش الوطني في دحر هؤلاء الانقلابيين، في دحر الميليشيا الانقلابية الإيرانية، وإن شاء الله ستكلل بالنصر وسيتم دحرهم إلى وإعادتهم إلى كهوف مران، بل والقضاء عليهم نهائيا بإذن الله. تعز تنادي الحياة بانتصاراتها وشهدائها، والنصر قادم لا محالة، ودحر الميليشيا الحوثية الإيرانية من أرض الوطن. نعيم خالد، قناة عدن الفضائية، تعز.